انت عايز مني ايه؟ ما تسيبني في حالي، هو انا ناقصك؟ كتر خيرك يا ابني، انا اسف اذا كنت ضايقتك، انا هريحك مني، مش هعتب باب بيتك تاني ابدا. استنى يا بابا، استنى يا بابا، انت ازاي تعامل بابا بالشكل ده؟ هو انا عملت له حاجه؟ انت لازم تخرج تعتذر له فورا. اعتذر له على ايه وانا غلطت فيه؟ كمان ان ما خرجتش تعتذر له فورا انا همشي معاه. انت بتهدديني يا ناديه؟ طب بالسلام، مع الف سلام. كده يا كمال، دي اخرتها؟ طيب كفاياك يا عياد بقى، واللي انت بتعمليه في روحك ده. سبت بيتك وغضبت من جوزك وجيتي معايا ليه يا بنتي؟ عايز بعد كل اللي حصل ده يا بابا اسكت له؟ هو انا كنت بروح عندكم عشان اخرب عليكم؟ اللي عملته ده انا كان لازم اعمله من زمان. انا اللي غلطانه، انا اللي سبت الكمال الحبل على الغارب يعمل اللي هو عاوز يعمله ويقول اللي هو عاوز يقوله. لكن كلكم، وانه يجرحك ده كوم تاني خالص. انا لا يمكن هرجع البيت الا لما يعتذر لك. كفايه عليها كلام ده يا بنتي، انا مش عاوز حاجه تانية. لا يا بابا، انت كرامتك من كرامتي، واللي يجرحك يجرحني. كتر خيرك يا بنتي، قومي انت غيري هدومك وارتاحي والصباح صباح. لا يا بابا، انا اصلي وصلت حضرتك وهروح ابات في اوتيل. نعم، اوتيل ده ايه؟ بيت اهلك مفتوح. كتر خيرك يا فاتن، بس لا ما بسش، قومي معايا، قومي قومي كمل كلامنا جوه، قومي يلا تعالي. عايزاكي تيجي تقعدي هنا معانا بدل ما تروحي اوتيل. ليه؟ عشان يعرف ان ليكي بيت مفتوح وليكي اهل، ويعمل حساب الف مره قبل ما يزعلك تاني. بس بقى بطلي عياط عشان خاطري. انا مش قادره اتصور ازاي انا هنت على كمال بالشكل ده بعد كل اللي عملته علشان يسيبني اخرج من بيتي غضبانه. ده بيحصل كل يوم مع اللي متجوزين. صدقيني هو ما يقدرش يستغنى عنك، هيجيلك بعد يومين يصالحك ويرجعك لبيتك ولابنك. انت فاكره زمان واحنا عيال صغيرين لما كنا بننام جنب بعض في السرير كنت برفص ازاي؟ ولسه بترفصي؟ لا دلوقتي من كتر التعب اجي انام على جنب واحد ما بتقلبش على الجنب التاني. ايه رايك انتي نامي هنا على السرير وانا هطلع بره انام على الكنبه، انا بحب قوي نومه الكنبه اللي بره. ربنا يخليكي ليا يا فاتن، انا عمري ما هنسى جميلك ده. جميل ايه؟ هو في جمايل بين الاخوات؟ ده انا اللي عمري ما هنسى وقفتك جنبي لما عرفتي ان انا تعبت وجيتي جري على المستشفى. ده كان اجمل احساس حسيته في حياتي. ومش هنسى كمان انك دفعتي لي حساب المستشفى لانه ما كانش عندي. لو عايزه فلوس تاني اجيبلك. لا الحمد لله، دي مستوره والحمد لله، وبكره ممكن ارد لك الفلوس. تردي ايه؟ مفيش بين الاخوات حسابات وفلوس، ومين دفع ومين ما دفعش. خليني احس مره اني وقفت جنبك يا حبيبه قلبي. بصي بقى، انا عايزاكي تحسي ان البيت بيتك وما تحسيش انك انت غريبه عنه ابدا، ومش قادره احكي لك فرحتنا بيكي. انت على عين والراس حبيبتي.